بخطى وئيدة أنهكها الزلزال، يتفقد السيد أحمد بيته في قرية مارغة، منزل احتضن لعقود ذكريات العائلة أصبح اليوم في حكم الآيل للسقوط. ولا انتم كتشوفوا قاع طايحه المرطوب ديالها وتحركوا الحيوط، وكنخافوا دروك ندخلوا ليها. هذا الشيء اللي كاين، كنباتوا على برا. المراه عندي ما بغاتش باغي تدخل للدار. هذا الشيء اللي عطات ربي، وكنتمناو من السلطات تقوم بالواجب ديالها. الله يجزيهم بخير. غير بعيد عنه فقد إبراهيم زوجته وابنه وبيته، حزن على ما ضاع يحاول مقاومته بابتسامة رضا وصبر سرعان ما تهزمها دموع الحسرة والألم. هو ومرته وجدوهم من هما باقي، ملي جبدناها لقيناها هي والابن ديالها شاد بحال هكا، وهي ماتت حداه معاه، ماتوا بجوج معاه بحال هكا، وخرجناهم ودفناهم والله يصبرنا. ويا دي كل المحلات راه كلشي تريبو، راه انا نكون راه شفتوهم راه تريبو، وملي تريبو راه الحمد لله السلطه راه قامت بالواجب ديالها. متضررون سيستفيدون بموجب تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس من دعم مالي مباشر بقيمة 14,000 دولار بالنسبة لمن فقدوا منازلهم، و8,000 دولار لمن انهارت منازلهم بشكل جزئي، وذلك في إطار برنامج لتأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة تصل كلفته المتوقعة 120 مليار درهم، خطة استعجالية باشرت في إطارها السلطات المختصة عملية إحصاء الفئات المتضررة ومعاينة حجم الأضرار. الملك دابا أعطى التعليمات السامية على حساب المواطنين يعوضوهم. يا والله الله يجازي بخير، الله يرحم الوالدين. داكشي اللي أعطى الله هو هذاك، الله يجازيكم بخير. تدابير استعجالية تسابق من خلالها السلطات الزمن للتخفيف من معاناة الآلاف من الأسر التي تغير حالها في ليلة عصية على النسيان لم تخطر ببال. زلزال مدمر قلب الموازين رأسا على عقب، وحول هدوء هذه القرية الجبلية الجميلة إلى ضجيج لا ينتهي. قصص إنسانية مؤلمة خلفها هذا الزلزال المدمر الذي يعد الأعنف من نوعه خلال هذا القرن، والذي لم يعش المغرب مثله منذ عقود. فدوى مرابطي، قناة الغد، من منطقة أسني، إقليم الحوز، وسط المغرب.